السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن أنا متواجدة في الباص سنة الانطلاقة، وجهتنا إن شاء الله إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. نتمنى إن شاء الله الله لا يحرم أي مسلم من زيارة بيته الحرام إن شاء الله يا رب. ونتمنى إن شاء الله تتابعوا الفيديو إلى الآخر باش تستمتعوا معنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك. دابا حنا في محطة ساسكو، الجو بارد، كاين المطر كينزل وجو بارد، كاين الكلاص ديال البرد. وين ونزلنا هنايا باش نرتاحوا شويه وغنواصلوا ان شاء الله الطريق، مازال قدامنا الطريق، يعني ما غادي نوصلوا ان شاء الله حتى لجوج ونص ديال الليل، ولكن الجو خرافي، المطر خفيف، شي حاجه اللي راه الفندق من داخل. الحمد لله وصلنا بالسلامة. تمام قسونا الظلام. الحمد لله وصلنا بالسلامة. الساعة 4 ولا ربع، دابا متوجهين الحرم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الله لا يحرم اي مسلم من هذا المقام يا ربي. وصلنا، الصراحة الجو خرافي، إحساس جميل جدا، اللهم لك الحمد، الله يسهل عليكم جميعا، الله يحقق لكم كل ما تتمنون إن شاء الله يا رب. هنا الصفا والمروة في السعي، من الطواف الحمد لله، لازم شي أمور كويسة، اللهم لك الحمد والشكر. من السعي من الصفا والمروة، يا ربي يسر لكم الأمور إن شاء الله يا رب، كل ما نتمنى أي أمنية الله يحققها له يا رب، الله يرزق كل واحد إن شاء الله زيارة هذا المقام إن شاء الله عمره قريب يا رب، آمين يا رب. Thank you.
دابا انا غاديه عند الحمام، عجبني الحمام، نمشي نصور لكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام، الله الله الله، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين في كل وقت وفي كل بعض الاسئله الخفيفه ان شاء الله نواصل باذن الله الى المدينه. مين يقول لنا يعني مثلا 10 اسماء من اسماء الله الحسنى؟ والله خير الرازقين، على نفس المعنى، والله خير الرازقين، والله خير. طب سؤال ثاني سهل، ورد في كتاب الله عز وجل ايات مؤمنه امور كثيره جدا، كفتاه كلمه مطلقه. سبح اسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى. علي دكتور، قول قول دكتور. نعم، جزاكم الله خيرا، نشكركم على المشاركة، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد.